السلام عليكم اعزائي مشاهدي قناه زيرو تو هيرو، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده يا جماعه هنتكلم عن موضوع مهم جدا وخطير جدا وبيهم ناس كتير قوي. انا النهارده لو عملت باسورد للجهاز الكمبيوتر بتاعي ونسيت الباسورد ومش عارف اخش على الجهاز، انزل ويندوز وفرمت؟ لا، عايز اقول لك الموضوع بسيط جدا يا جماعه، تقدر تتعامل فيه بطريقه سهله جدا وبسيطه قوي. مش اكتر ان انا بنزل ادامل على الانترنت عندي اسمها هيرني بوت سي دي، وبحطها على فلاش ميموري وبوت منها. تعال نشوف الخطوات بتاعتها مع بعض. ارجو انك تتابع الفيديو للاخر عشان تتعلم الموضوع بيتعمل ازاي. الموضوع بمنتهى البساطه ان انا باجي في جوجل واكتب هيرن بوت سي دي او هيرن بوت، وباجي بخش على اول موقع بيخش قدامك اللي هو هيرن بوت سي دي، وباجي عند داونلود. وبعد ما اعمل داونلود باجي عندي هنا هو ده المحتوى بتاع الاسطوانه، فيها كميه برامج مهوله وبرامج كتير جدا هنتعامل معاها ان شاء الله في سلسله حلقات مع بعض. هلاقي الفايل سايز بتاعي حوالي جيجا و 292 ميجا، هدوس على الفايل نيم هنا، كليك عليه هيبدا يعمل داونلود. انا طبعا نزلت البرنامج عندي على الجهاز. هلاقي عند حضرتك الهيرن بوت سي دي نازل معاك ملفين. اول ملف اللي هو ايزو 2 يو اس بي، ده الفايل اللي بيحول الايزو فايل دوت اللي موجود عندك ل اي سي دي بوتابل او اي يو اس بي. الموضوع بمنتهى البساطه انك انت هتيجي عشان انت طبعا تقدر تحمل او تقدر تشغل البرنامج اللي انا قلت لك عليه ان انت تقدر تشيل بيه الباسورد، لازم هتقدر تحط البرنامج على فلاش الاول، وبعد ما تحطه على فلاش هتبوت من الجهاز على الفلاش ديسك، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بالتفاصيل. طبعا هاجي هنا على ايزو 2 يو اس بي، دبل كليك عليه، هحط اي فلاشه يا جماعه، اكتر اهم حاجه ان الفلاشه ما يكونش حجمها اقل من 2 جيجا. ادي الفلاشه طبعا هو قاريها، ادي طبعا الاسم ده مش مشكله. هقول له لو سمحت الايزو فايل فين، انا مجرد ما دوست هنا كليك هو شاف المسار بتاع الايزو فايل عندي فين. لو انا مش عارف هو فين ممكن اقول له لو سمحت حدده لي واقدر اجيب المسار بتاعه من عندي، وقلت اوكي. واقول له سمحت فورمات سيليكتد يو اس بي درايف وكوبي ايزو كونتنت يو اس بي درايف، فورمات اليو اس بي لو سمحت، وحط المحتوى بتاعه عليه واقول له ايه بروسيس. هيقول لحضرتك خلي بالك انا همسح اي داتا موجوده على الفلاش، اقول له يا سيدي امسح اللي انت عايزه، تمام. هيعمل فورماتنج ويبدا يحمل المحتوى بتاع الفلاش، تمام. بعد ما عملنا عمليه ريبوت بعد كده وحطينا اليو اس بي بتاعتنا وجينا على الباس بتاعتنا دوسنا اف 2 او ديليت او اف 12 حسب نوع الجهاز بتاع حضرتك، باجي بعد كده كده في كلمه بوت وبتاكد ان الريموفبل ديفايس هي اللي اول حاجه علشان اقدر احمل منها. بعد كده هنعمل ريستارت اكزيت سيف تشينج يس. دلوقتي طلع لك بعد ما عملت كده عملت ريستارت وبدا يخش كده بيحمل معاك، هتفتكر ان هو بيحمل ويندوز، هو ما بيحملش ويندوز. اللي قدام حضرتك دوت هي الهيرن بوت سي دي، بتديك نفس الشكل بتاع الويندوز 10 لكن هي مش ويندوز 10، فما تقلقش ما تفتكرش انت بتنزل ويندوز جديد. هيبدا يخش دلوقتي وتشوف التولز بتاعتك ايه اللي هتطلع قدامك، هياخد شويه وقت قبل ما يحمل، هنعمل ستوب ونرجع تاني. زي ما انت شايف قدامك ادي التحميل تم، بيطلع لحضرتك انيشاليزيشن هيرن بوت سي دي، تمام. بعد ما يخلص عمليه التحميل قدامك اهو، بمنتهى البساطه يا جماعه الموضوع بسيط وسهل جدا. كل كده هدوس كلوز، وخلي بالك التول دي جميله جدا وفيها كميه ادوات خطيره جدا ومهمه جدا للسيستم بتاعك. بعد ما اخلص هاجي هنا في كلمة utilities، أنا عايز أكسر الباسورد بتاعة الجهاز، تمام. فلاقي عند حضرتك إن هوت other tools، وفي هنا كلمة security hard disk tools، كمية أدوات كتير جدا. أنا ممكن أجي هنا في search وأكتب كلمة password، هلاقي هنا الحاجات اللي بتشتغل عندك على الباسورد أهي قدامك. طب كليك في هنا عند حضرتك lazy soft password recovery، بيقول لحضرتك هنا ريسيت ويندوز باسورد، تمام. بقول له نيكست، بيقول لك ات نوت ا كوميرشال يوز، اقول له يس مفيش عندي مشكله. هيقول لحضرتك ده ويندوز 10 اديشن فوليوم 1، اه طبعا ما عنديش اي اختيارات خالص. هو طلع لحضرتك هنا كل اليوزرات اللي موجوده عندك، كل اليوزرات اللي موجوده عندك على السيستم بتاعك. طبعا لو انت عندك اكتر من يوزر ممكن تعلم على اليوزر الادمنستريتور، تفتح الباسورد بتاعه ادمن. انا طبعا اليوزر بتاعي كان اسمه ادمن، فبعلم على ادمن واقول له لو سمحت نيكست، تمام. هيقول لحضرتك ايه ريسيت انلوك،
كده خلصت الباسورد اتمسحت من على الادمن، وقلت بقى كده ايه فينيش. بمجرد ما هعمل ريستارت واشيل طبعا الفلاش ميموري من الجهاز عشان ما يحملش تاني، او ما ادوس اي كي يخليه يكمل كده، هو دخل على الويندوز بتاعك، هتلاقي الباسورد اللي انت عملتها طبعا اتمسحت. طبعا الموضوع ده يا جماعه بيتعمل على اي ويندوز، بدايه من ويندوز اكس بي حتى ويندوز 10، ايا كانت الفيرجن، ايا كان نوع الجهاز، ايا كان نوع السيستم بتاعك. لاحظ ان هنا ادمن ما طلبش باسورد وعمل لوجن على طول، ساين ان على طول من غير اي مشكله. كده انا شلت الباسورد بتاعت الجهاز في اقل من دقيقه. انا بحذر يا جماعه ما حدش يستخدم الاداه ديت عشان يكسر باسورد اي حد عشان يستولي على الداتا بتاعته او البيانات بتاعته. الموضوع يا جماعه هدفه تعليمي بحت، عشان اوريك في الفيديو الجاي ازاي تقدر تامن نفسك انك حتى الهيرن ما تقدرش تخش على جهازك ولا تشيل الباسورد. هنشوف طول جديده مع بعض في الحلقه الجايه اسمها بيت لوكر، وهنشوف هنعمل بيها ايه. ما تنساش تعمل سبسكرايب، تعمل شير، تعمل كومنت، وفي انتظار تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.